السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك. Üçüncü sual qəbrdə veriləcək. معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə bilu həm tanu. هو محمد ابن عبد الله. Ul istiratus. Ul İsmi Muhammed, Hamad isə Abdullah. Yentəsib ilə İbrahim alayhissalatu vesselam. Həm İbrahim alayhissalamın türkümünə tutaşa. Lahu min al-umr 63 sənə. 63 il yaşayan. 40 qabla nubuwwa. Həm 40 yaşına xəttəgində o şuşa vahiyə xəttəlik. 23 nabiyyan və rasul. Həm 23 ilində o peyğəmbər həm rasul bu. هو نبي ورسول. قول بيغمبر هم رسول. أول ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو نبي اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة العلق. هم إن برنش آياتنا بيغمبر بلغان قول علق سورة سنن اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. شو آيات بلان قول بيغمبر بلغان. ولد بمكة. خامل مكة طوان. وهاجر إلى المدينة. عندنا صيندة مدينة هجرة طوان. وتوفي بالمدينة عليه الصلاة والسلام. شوي مدينة ذو وفر طوان. والنبي صلى الله عليه وسلم مات يموت كما يموت الخلق. هم طيب بس صلى الله عليه وسلم شوي باش لك شدر وليان كبك ولد وليان. إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب فقط؟ هم طيب بس صلى الله عليه وسلم عند العرب لرش من جبر. لا. بعث إلى الثقلين الجن والإنس. هم جن رجدا هم كش رجدا جبر الجن. ما معنى هذا؟ هم نرسى دي كان سوزبو. أن كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. حرب كش رجدا في عمر صلى الله عليه وسلم دعوات يرسى. ولم يؤمن به. أجر ده ما عنده. شان مسا. كفر كفرا أكبر. هم عنده زور كفر لكتش كم بلا. يهودي نصراني مجوسي ملحد. هم عنده أتيس ماول نصارى ماول يهود ماول مجوسي ماول. إلى ماذا يدعو عليه الصلاة والسلام؟ هم نرسى كشاخر غان. يدعو للتوحيد. والتوحيد كشاخر غان. وينذر عن الشرك. هم شرك تانك سبكن. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر بتبليغه إلا وبلغ عليه الصلاة والسلام. هم Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir nersene de indi, kaldırmağın yaşırıp barlık nersene de iriştirgen, jitkirgen. La yumkin en nebtedi' fi dinin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hem biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dininde yanalık kırtırgen tiştugul biz. Ve huve aleyhi salatu ve selam abdun la yu'bed ve rasul la yukezzib aleyhi salatu ve selam. Hem o indi kul, hem yalganlamay, hem ona indi ibadet kılınmay.